عشر في الدوحة بتغطية مميزة على الجزيرة الرياضية. أشهر المدربين الذين تألقوا على خارطة كأس الأمم الآسيوية تتعرفون عليهم عن قرب في برنامج مايسترو، يأتيكم على الجزيرة الرياضية اليوم في الأوقات التالية. تتسارع الخطوات وتتضافر الجهود، وأصبح الجميع على أتم الاستعداد من أجل مهمة جديدة ستقوم بها الجزيرة الرياضية. كأس الأمم الآسيوية في الدوحة 2011، التحضيرات والاستعدادات للحدث، المنتخبات المشاركة في البطولة، أسرار وخفايا، كل ذلك نرصده ضمن برنامج عند خط الانطلاق فقط على الجزيرة الرياضية. عند خط الانطلاق يوميا على الجزيرة الرياضية. منتخب كوريا الجنوبية ستكون له كلمة، منتخب السعودية ستكون له كلمة، منتخب البحرين ستكون له كلمة، منتخب اليابان ستكون له كلمة، منتخب أستراليا ستكون له كلمة، منتخب الكويت ستكون له كلمة، منتخب أوزبكستان ستكون له كلمة، منتخب قطر ستكون له كلمة. الجزيرة الرياضية ستكون لها الكلمة الأخيرة. تابعونا في برنامج الكلمة الأخيرة على قنوات الجزيرة الرياضية في الأوقات التالية. مرحبا بكم، اهلا وسهلا مشاهدي الافاضل الى عدد جديد من برنامج بكل روح رياضيه. موضوعنا اليوم سيكون ظاهره انتشار المواقع والمنتديات الرياضيه الالكترونيه على النت بشكل كبير. تنقل الاخبار والاحداث وتثري الاتصال والتواصل وتنافس وسائل الاعلام بكل اشكالها، فيما يعتقد البعض الاخر بانها ظاهره دخيله على الاعلام الرياضي والرياضه، تعيث فسادا وتنقل الأخبار الخاطئة وتزيد الفتن والتعصب والانشقاق داخل العائلة الرياضية والإعلامية. بين هذا وذاك والمنتديات بين النعمة والنقمة، وهل هي مكملة أم منافسة للإعلام الرياضي، سيكون نقاشنا الليلة. الإعلامي السعودي خالد صويغ، مراقب منتديات كرة العربية والآسيوية والناقد في صحيفة الشرق الأوسط، والسيد عمر سامي، مدير المواقع الإلكترونية لمؤسسة الأهرام المصرية والخبير في الخدمات الإلكترونية. إذن مرحبا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. هل يمكن أن نحسب المواقع والمنتديات الرياضية على الإعلام الرياضي وهي نتاج طبيعي للتطور التكنولوجي وللاتصال داخل المجتمعات؟ وهل جاءت لتعوض فشل الصحافة الرياضية في القيام بواجباتها كوسيلة بديلة، أم هي وسيلة بأيدي الهواة يتلاعبون فيها بمشاعر الناس؟ هل يمكن أن ننكر لدورها الفعال في التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار والمعلومات؟ هل يمكن التحكم فيها ومراقبتها وتقنينها؟ ولماذا نتحكم فيها ونحن ندعو إلى الحرية والديمقراطية؟
لماذا يعتبرها البعض إمبراطوريات جديدة للابتزاز والربح السهل والإشهار لمن يدفع أكثر؟ وماذا عن إمبراطوريات الصحافة المكتوبة وما تفعله بالرياضة والرياضيين؟ من يكون هؤلاء الذين يشرفون على المنتديات؟ ثم لماذا لا نتساءل عن المشرفين على الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية؟ وهل هناك فوضى في انتشار المنتديات أم هي فوضى خلاقة يكون بعدها البقاء للأفضل والأصلح؟ لماذا ينقص البعض من قيمتها ويعتبرها وسيلة ليتلاعب بها أصحابها ومثيرة للفتن والتعصب؟ كيف نفسر إقبال الجماهير العربية عليها والاهتمام بما تنشره؟ وهل صارت متنفسا لأبنائنا الذين يعيشون الكبت وتضييق الحريات؟ طبعا هذه الأسئلة وأخرى مشاهدي الأفاضل سنطرحها على ضيفينا الكريمين غازي السويخ صحفي سعودي بالقسم الرياضي لجريدة الشرق الأوسط، مرحبا بك، وأيضا مراقب عام في منتدى كورة، واحد من أكبر المنتديات العربية. مرحبا فيك وأشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا. ونرحب أيضا مشاهدي الأفاضل بعمر سامي مدير شبكة الإنترنت في الأهرام ومتخصص في الصحافة الإلكترونية. مرحبا بك الأستاذ عمر سامي. مرحبا فيك. من مصر طبعا وأنت كذلك. يمكنكم المشاركة مشاهدي الأفاضل معنا على أرقام الهاتف والعنوان البريدي المبين أسفل الشاشة withfairplayaljazeera.net. مع العلم أن العنوان البريدي تلقى الكثير من الرسائل البريدية من مختلف البلاد العربية، وربما لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لأكبر عدد ممكن من الشباب العربي المهتم بهذه الوسيلة الإعلامية الجديدة بين قوسين. دعوني أبدأ مباشرة لو سمحت الأستاذ عمر سامي، أبدأ بالأستاذ غازي سويخ صحفي سعودي ومراقب عام في منتدى كرة، قلنا واحد من أكبر المنتديات. أستاذ غازي، طبعا لا أحد ينكر ما وصلت إليه اليوم المنتديات من شعبية ومن جماهيرية ومن تأثير أيضا على الرأي العام وخاصة على الشباب. أين تصنفون أنفسكم؟ هل أنتم مكملون للإعلام الرياضي التقليدي؟ هل أنتم فضاء يقدم الخدمات الإعلامية أم إمبراطوريات جديدة؟ لا، كل منتدى، كل قسم في مجاله، الإعلام المرئي ما زال هو موجود والمسموع المقروء. المنتديات هي حديثة تقريبا، يعني لها يمكن 10 سنوات أو 13 سنة، ولكن المنتديات الآن تضم عقول مختلفة، يعني عقول يعني فيها المثقفين وغير المثقفين يعني من جميع المجالات يعني. ولكن المنتديات أصبحت متنفس للشباب العربي. الشباب العربي المنتديات يعني يقدر يكتب فيها ما يريد، يعني من نقد هادف وبناء. يعني فيه تكون فيه بعض التجاوزات، لكن احنا نقضي عليه ولله الحمد، يعني ما نخلي اي تجاوزات في المنتديات اللي عندنا. لم تصنف نفسك، هل انتم مكملون للاعلام ام تريدون ان تخلقوا امبراطوريه جديده مثل ما خلقت امبراطوريه الاذاعه زمان ثم التلفزيون ثم الانترنت؟ المنتديات هي مستقل بذاتها المنتديات، يعني المنتديات ما موجوده منتديات، لكن ملك لاشخاص. انا معك كاشخاص، وحتى المحطات والاذاعات في املاك خاصه. نفس المجال، يعني المنتديات ما تختلف عن التلفزيونات والصحف والإذاعات، يعني كلهم، يعني كل واحد مكمل للآخر يعني. طيب، سيكون النقاش من دون شك تري، وفقط أذكر وأعيد التذكير بأننا وصلتنا الكثير من الإيميلات من الكثير من البلاد العربية، صعب جدا أن نقرأها كلها. سنفتح الهاتف بعد حين لاستقبال بعض المكالمات الهاتفية. الأستاذ عمر سامي، لماذا حسب رأيكم يتهم بعض الإعلاميين خاصة في الصحافة المكتوبة، يتهم هذه المنتديات بأنها وسيلة ابتزاز بأيدي هوات، يقولون بأيدي هوات يتلاعبون بمشاعر الناس؟ كبيرة شوية هذه بأيدي هوات يتلاعبون بمشاعر الناس. هو أعتقد يعني سبب المشكلة إن لحد دلوقتي الصحفيين زملاء في الأقسام الرياضية في الصحف العربية لا يعترفون بالعاملين في الصحافة الإلكترونية بشكل عام، وجزء منهم العاملين في المنتديات، لكن يستفيدون من الأخبار التي ينشرونها. هو طبعا هيستفيدوا من الأخبار اللي بتنشر، وهيستفيدوا من رأي الناس، والناس بتعبر عن رأيها في المنتديات بصراحة، وبتعبر عن رأيها في المواقع الإلكترونية بشكل عام مش في المنتديات بشكل خاص. فهي وسيلة للناس تعبر فيها عن أراها، وسيلة لاكتشاف مهارات جديدة عند الجمهور ممكن تساعد في خلق إعلام جديد غير الإعلام الورقي التقليدي.
ولكن هناك حرج نشعر به عند وسائل الإعلام المكتوبة بدرجة خاصة أو حتى ربما في وسائط أخرى إعلامية، هناك حرج من هذه المنتديات. هذا هو حرج مهني أم حرج مصلحي؟ يعني لأنه المقروئية تنقص، المداخيل تنقص بالنسبة للصحف. هو السببين موجودين، السبب المهني وهو ان الصحفي المحترف لا اللي بيعمل بشكل احترافي، فالمؤسسات الاعلاميه لا يعترف بما ينشر في الصحافه الالكترونيه على اساس انها من هواه. وفي نفس الوقت هم لهم برضو جانب صواب، ان في بعض التعليقات اللي بتنشر في المنتديات وبعض الحوارات اللي في المنتديات بيكون بيشبه التعصب ويشبه الانفلات الاخلاقي، وده اللي بيزعج جايز زملائنا الصحفيين. ففي سبب مبرر ان هم بيحسوا ان في تهديد. هل هذا الوازع الاخلاقي موجود في الصحافه المكتوبه؟ طبعا في تهديد مهني للصحافه المكتوبه، لان جمهور الرياضه جمهور مش شباب، و80% من مستخدمي الانترنت في الدول العربيه، الوقت عدد مستخدمي الانترنت فيها يتراوح من 80 ل 90 مليون، فنسبه كبيره. جمهور الرياضة هم الشباب وجمهور الانترنت هم الشباب. طيب. فعشان كده التهديد بيجي من هذا الموقف. أستاذ غازي، هل يحرجكم عدم الاعتراف الذي يتحدث عنه الأستاذ عمر؟ هل يحرجكم هذا عدم الاعتراف؟ لا أبدا أبدا، لأن المنتديات بدأت تثبت نفسها. أثبت نفسها الآن وأصبحت من كيف فسر لنا كيف أثبتت نفسها؟ في السابق المنتديات كانت تظهر أنها لعب أطفال ولعب عيال. الآن صحفيين كبار لهم سنوات طويله قاموا يدخلون منتديات ويشاركون باسمائهم الشخصيه في منتديات، ربما يشاركون البعض منهم لمصلحه، سواء مصلحه او غير مصلحه، بس انه يشارك الان فعلياً بالنسبه اليكم يشاركون، يعني يحطوا ينزلون مواد، مثلا مواد تنزل في الصحف. هل يعطون المصداقيه من خلال مشاركتهم للمنتديات ولا لا؟ على حسب هو الشخص، مثلا هو نفسه مثلا هو مصداقيته مثلا، احنا ما ندخل في النوايا، بس لكن الان الكثير من الصحفيين والاعلاميين اصبحوا يشاركون منتديات، مشاركه منتديات ويشاركون الاعضاء بردود، وبعضهم يكون متعصب، وبعضهم يكون يعني انسان قمة الروح الرياضية. كيف تتعاملون مع هذا التعصب؟ هل هناك وسيلة للمراقبة؟ لا تحدث عن المراقبة الى درجة انك تحجم الشخص عن الابداء رايه، ولكن هل تقننون هذه الامور؟ المراقبة محدودة عندنا. المراقبة محدودة في ناحيتين. القيادات والشعوب العربية. الشعوب العربية خط أحمر لدينا في منتديات وموقع كورة، خط أحمر ما يمكن نتساهل مع أي عضو مهما كان اسمه. لماذا تتساهلون في أمور أخرى؟ لا ما نتساهل أمور أخرى، مثلا الأندية والرياضة معروفة، الصحافة كلها يعني هذا فريق أفضل، هذا أحسن، هذا فريق، هذه أمور عادية، أو هذا أفضل يعني حسية، مثلا أقول اللاعب هذا لعب مثلا في الجزائر مثلا، لو أقول اللاعب هذا أفضل من هذا اللاعب حيكون زعل، أو النادي أفضل، أو في السعودية أو في مصر. الأندية تخبر الكثير يعني ينظر ناديه الافضل هو الاحسن. طيب دعنا ناخذ سلطان وداري من المملكه العربيه السعوديه. الاخ سلطان مرحبا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضل باختصار من فضلك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. وعليكم السلام. اولا احيي الاستاذ غازي الطويل ويعطيه العافيه على مجهودات في المنتدى، ولكن يعني عندي سؤال انا معين له. تفضل. انا بصراحه انا من المعجبين في خلينا من الاعجاب، الله يخليك، خلينا تفضل مباشره بالسؤال، تفضل. طيب احنا شبابيين في المنتدى جمهور نادي الشباب يعني مقيدين صراحه، نواجه ظلم ونواجه تقيد في حريه الراي، كثير يكذب علينا في الاعلام السعودي، وبرضه لما نجي للمنتدى برضه نقيد. اتمنى من الاستاذ غازي